مقتل 30 شخصا على الأقل وفقدان 4 آخرين جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت عددا من المقاطعات جنوب الصين منذ 11 من الشهر الجاري. الكارثة الطبيعية تسببت في قطع الطرقات وانقطاع التيار الكهربائي وتدمير آلاف المنازل. مقاطعة هوباي وأنهوي وكيوتشو وهونان وكيوتشو كانت أكثر المقاطعات ضررا، حيث أدت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية إلى وقوع انهيارات أرضية وإتلاف المحاصيل الزراعية وإلحاق الأضرار بحوالي 1 مليون شخص. السلطات الصينية سارعت بإرسال فرق إنقاذ للمناطق المنكوبة، حيث تم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم وتوفير مراكز إيواء لهم وتزويدهم بالغذاء والملابس. كما دفع منسوب الأنهار في مقاطعة كيوجو ب 300,000 شخص إلى مغادرة منازلهم بحثا عن مكان آمن يأويهم. ومن المنتظر أن يتواصل هطول الأمطار في هذه المناطق المتضررة على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، ما قد ينذر بالأسوأ.